بدي حاصر خليه حاصير. ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتر وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اكثر من 40 يوما من الحملة الجوية المكثفة التي يشنها طيران روسيا والنظام على كل من احياء مدينة حلب المحررة والريف الشمالي والغربي، وبعد فشل أكثر من 15 محاولة لاقتحام حندرات والملاح وطريق الكاستيلو من قبل قوات النظام والميليشيات الطائفية المؤازرة لها، لم يبقى أمام النظام من خيار سوى قطع طريق الكاستيلو ناريا بواسطة عشرات ومئات القذائف المدفعية اليومية وعشرات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة التي يشنها طيران روسيا والطيران المروحي للنظام في سبيل حصار أكثر من 400 ألف إنسان يعيشون داخل أحياء مدينة حلب المحررة. ما يؤدي إلى أن نبحث في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو حلب في دائرة النار. هل ستحاصر حلب؟ هل التفويض الدولي الممنوح لروسيا سيبقى مفتوحا إلى ما لا نهاية؟ أم أن هناك مقومات للصمود والاستمرار؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسرنا أن نرحب بضيوفنا الكرام، الأستاذ عمير أبو مصعب ناشط ثوري، الأستاذ زكريا أبو يحيى مدير جمعية إغاثة الملهوف، الأستاذ محمد عارف شريفة محامي ورئيس المكتب القانوني في مجلس محافظة حلب الحرة، الأستاذ عمر راعي أبو جلال مدير مكتب الزراعة والطحين في مجلس مدينة حلب الحرة، الحاج خالد سقة تجاري وصناعي في المدينة المحررة. أهلا بكم وسهلا. نتابع الحوار بعد مشاهدة هذا الروبورتاج. يعطيكم العافية. رمضان كريم ومبارك عليكم. بدي أسألكم سؤال كلياتكم، أنتم هون موجودين ما شاء الله بحارة هيك حلوة من حارات حلب. حلب رح تحصر؟ لا. جئت بسرعة. لا، ليش؟ ما رح تحصر، لو تحصر كانت تحصرت من زمان. وأنت شو رأيك؟ نفس رأيه. يعني هيك ما ب... يعني هيك ما بتحصر بس هيك لأنه كانت تحصرت من زمان؟ هل السبب؟ لا، ما هو السبب، ما بيحسن أنه صعب عليهم لأنه في قلب المدينة. لأنه في قلب المدينة صعب. أنت شو رأيك؟ والله هذا شيء ما بنحسن، ما بنعلم بالغيبة أول شيء. ثاني شيء بفضل الشباب على الأرض إن شاء الله ثبات، يعني في ثبات إن شاء الله في ثبات. ليش؟ في عنا مجاهدين ثابتين لأن هنيك شرفاء، أنا يعني طالع ونازل يعني من هنيك، لو بدها تحاصر من زمان تحاصرنا. يعني السبب الأول هو المجاهدين؟ طبعًا. عندك ثقة بالجيش الحر؟ إيه عندي ثقة. صراحة؟ إيه عندي ثقة. عندي ثقة كبيرة، ونحن بسم الله الرحمن الرحيم الله معنا وبدنا ننتصر وما ننكسر إن شاء الله بإذن الله. بيع السوق شو رأيك أنت؟ إن شاء الله وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله أول شيء، وثاني شيء الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. إذا نتحاصر كلته بأمر الله، بس إن شاء الله وتعالى ما في حصار، والأخوة المجاهدين على أرض الشام إن شاء الله وتعالى رح يمنعوا هالشيء هذا ورح يأسف قضي النظام بإذن الله ان شاء الله وتعالى. يعني نحن كلنا متفقين على انه يعني اراده الله والجيش الحر راح يمنعوا الحصار ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم. ما شاء الله عليكم، على اساس انه حلب خايفين من الحصار، معكم بضايع ما شاء الله مملي الدنيا. حصار ايش؟ ما في حصار ولا في شيء، الحمد لله رب العالمين، الله كرمنا والله عم نشتغل ومشي الحال. الله يقويكم. ميت اهلا وسهلا. ميت اهلا. عم تقول ما في حصار؟ ما في. ليش؟ حصار ايش؟ هو يعني ما هو حصار، حصار هو كطرق بس حال تقريبا مسكره، ما مسكره الطرق، بطلع بعالم بجيب بضايع مثل عادي يعني. تضييق يعني؟ تضييق، ما هو حصار. شلون شايف وضع الناس؟ الحقيقه مستوي. كيف يعني؟ احكي لي. يعني تعبان العالم والله، حاضي تعبانه يعني، لا اشغال مثل عادي ما في، واسعار غاليه، ودولار عم بطلع، شفت وضع الدولار شلون؟ الله يكون بيعون العالم. بس شو مصبر الناس هون؟ الإيمان أول كل شيء، إيماننا بهالبلد، يعني بلدنا هذا، نحن وين تترك بلد وتطلع؟ وين نروح؟ نحن هون ما بنموت إلا هون في أرضنا وفي وطننا وفي بلدنا. هذا كلام حلو كتير. نحن على إيش معتمدين؟ أول شيء معتمدين على الله أول كل شيء، ومعتمدين على إيماننا أكثر كل،
وسواء الشباب الموجوده يعني. تمام كثير. شلون يعني شلون بتشوف انت مثلا دور الدفاع المدني، دور المشافي، دور المحاكم؟ والله ما حدا عم قصير، والله ما حدا عم قصير، بس يعني الالم كبير، يعني المصيبه كبيره كثير كثير كثير، فوق ما تتصور مصيبه. بس ما حدا عم قصير، الله يجزيهم خير ويكثر خيره ويشهد الله، ما حدا عم قصير. كل واحد عم بيعمل اللي عليه وفوق طاقته عم يشتغل. تمام. بي سؤال اخير، اسعار السلع بهي الفتره بالشهر الاخير ارتفعت كثير؟ ارتفعت اكيد ارتفعت. قد يعني؟ يعني تعتبر تقريبا 60 70 والله اكثر، تعتبر 100%. 100%؟ ليش؟ اول شيء كان وضع الدولار، كان شفت شلون وضع الدولار 620 630 650 وصل يعني. والشغله الثانيه كان وضع الطرقات كثير صعب، لا في مازوت، لا في طريق الكاستلو تقريبا، شفت على علمك يعني الوضع شلون. لكن ما في اختناق. انا واحد الناس، انا صعب والله مثلا اذا بدي اطلع اجيب بضاعه، عين ناس بدي اطلع اجيب بضاعه، بدي اشيل حالي ومالي وهذا واطلع مخاطره كثير صعب. يعني بدي اطلع شلون بقول لك يعني عم تجيك بضاعه؟ بتجي عم بطلع بخاطر على روحه، عم بطلع بجيب بضاعه وبرجع. تمام. يعني كل اصبحنا الان نحن مقاتلين في وجه النظام. لا شك. تمام. يعني الجيش الحر والمدني نفس الشيء. لا شك صارنا بسعر، نحن المقاتل على الجبل نحن صارنا بسعره. نحن انا بيرك هون، انا اللي فات من زمان من اول ثوره بيرك هون ما تحركت، انا سعري بسعر يعني افضل مقاتل بيرك على الجبهه. انا بيرك هون عم بثبت الناس شي ما حدا يترك. تمام. الناس اللي عم تطلع بتجيب الان بضائع هي عم بتثبتنا. نعم اكيد لا شك. وعم بيجينا بضائع. عم بيجينا بضائع. الحمد لله. بس يعني كموت الكميل الاولي شيء طبيعي، نحن بازمه صار لها اكثر من شهر قصف يومي. لا شك. الله يكون بعون العالم. تريد توجه رساله لحدا؟ الله يفرج علينا وعلى البلاد والعباد يا رب. بس امين امين. الله يعطيكم العافيه. 100 اهلا وسهلا. استاذ ابراهيم، انتم رجال الدفاع المدني، من يعني انتم تكوين من اكبر التكوينات او اهم التكوينات التي يستقوي بصمودها الشعب السوري منذ بدايه الثوره الى الان. تحكي لي يعني بماذا يستبشر رجال الدفاع المدني في عملهم من أجل منع حصار حلب وصمود حلب في وجهة العدوان؟ طبعا أكيد شباب الدفاع المدني لو ما عندهم أمل أنه نحن إن شاء الله العمل مستمر وصامدين وعم نقدم أرواحنا كان ما استمروا بالعمل أكيد، لأنه نحن متأقنين من أمل الله فينا أنه نحن مناطق عم ننقصف، شعب عم ينقصف، شعب مقهور، فالله أكيد رح ينصرنا. فنحن عنا أمل بالله عز وجل وإرادة نابعة من داخل شباب الدفاع المدني أنه رح يضلوا يضحوا ويستمروا لما يصير لحصار لحلب، ورح نعمل المستحيل لنحاول انه ما يتم هالحصار ابدا ابدا باذن الله. يعني انت ترى انه النظام لن يستطيع ان يفعل شيء؟ باذن الله. لا، لانه يعني نحن شعب الكل صار يعلم براميل والالغام وكاسحات الغام، في كل شيء عم يستعمل معنا كل شيء، والحمد لله الى الان تشوف الحياه بحلب مستمره، الناس مستمرين، الاطفال عم بيروحوا على المدارس، الوضع نحن ماشيين. طيب شو هو اللي بين ايدين الشعب السوري، الشعب في حلب، الذي يمنع النظام من أن يتمم مخططه؟ أول شيء صمود الشعب، الهدف اللي خرجنا من أجله بالثورة نحن، وبالنهاية يعني الشعب كله زاق الظلم، فأكيد راح يكون عنده دافع قوي إنه يستمر ضد من ظلمه. تحول الشعب كله إلى شعب الآن مقاوم. طبعا نحن بشعب حلب الطالب مدرسة لما بيروح مدرسته فهو مقاوم أكيد، والمعلمة المدرسة لما تروح بتدرس كمان هي مقاومة، لأنه راح يستمر الحياة، فاستمرار الحياة هو بحد ذاته إفشال لمخطط النظام. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. برأيك بعد هذا الضرب كله اللي صار، نعم، ولا عم يصير؟ نعم. إيش راح يصير؟ ما راح يصير للكتب رب العالمين، وإيش ما ساوى وإيش في عنده يتساوي وإيش في عنده يضرب هو واللي دعمه. شو يعني أنت واثق من نفسك كثير؟ ليش؟ واثق من نفسي بإذن واحد أحد، لأنه كليتنا مع رب العالمين. لا روسيا ولا ايران ولا الشبيحه اللي معه. طيب ايش سويتوا او ايش سوينا نحن لحتى ما يقدروا يسووا لنا شيء؟ نضل عم نعبد الله، ما نخاف من حدا. عندك ثقه بالجيش الحر؟ عندي ثقه بالجيش الحر وابوس اندرت كل مجاهد شريف. واثق فيهم باذن واحد احد. الله يعطيكم العافيه. وحتى غيره بنصلحه يعني ان شاء الله وتعالى، وبندعي عليهم بالصلح. الله يقويك. الله يبارك فيك. شيخ انس، شو هي اسباب الصمود التحدي اللي أعد الشعب الحلبي حتى يبقى في حلب وما يستطيع النظام ولا روسيا ولا إيران ولا الميليشيات تقتلعه؟ أول شيء الشعب السوري مؤمن بالله عز وجل، ومؤمن أنه النصر من عند الله عز وجل. نعم.
ونحن بنطلب من الأخوة القادة أنه يتحدوا وحاجة فرقة يعني مشان هالشعب. هالشعب عم ينتظر منكم وصبر معكم كتير، فما تخلوه يفقد الأمل اللي كان حيطه فيكم وعلقوا فيكم من بعد الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. طبعا. ثانيا الشعب التعود على القصف الهمجي اللي عم يقصفه النظام خلال 5 سنوات على سوريا عامة، والشعب اللي بده يطلع طلع واللي بقيان ومثل ما قلنا النصر من عند الله إن شاء الله. سؤال أخير، هل تجد النظام يعني في حالة تفوق علينا حتى يستطيع أنه يساوي شيء بحلب، أم أنه تراه أنه متهالك؟ هلأ النظام لو عنده إمكانية أنه يقتحم حلب أو يكمل على حصار حلب محاصرة يعني 90% محاصرة ناريا وما في غير هالمنفذ الوحيد هو طريق الكاستيلو، يعني الضرب والقصف الشديد عليه، لو عنده النظام ومثل ما نكون سمعانين القصف شغال علينا، لو عنده قوة أنه يقتحم فيها أرضية كان اقتحم، ولكن اللي على الجو أو باللي بالسماء وعم بيضرب وبقصف ما له على الأرض إن شاء الله ما بيحسن بياخذ، لأن حلب فيها رجال إن شاء الله. وهو يعتمد على المرتزقة. طبعا عم يعتمد على الأفغان والمرتزقة الشيعة والإيرانيين وهدول ما انسحب أرض، وهي سوريا أنه السوريا لسوارة. أمي أنا رح أسألك سؤال بسيط ولكن واضح، يقينك وإحساسك ووجدانك، هل يستطيع النظام أنه يحاصر حلب؟ لا إن شاء الله. ليش؟ يعني الحمد لله في ثوار كتير عنا وفي جيش حر كتير، والحمد لله الله ناصرنا. عندك ثقة فيهم؟ إن شاء الله. في دواء موجود بالسوق كويس؟ والله دواء موهل الزيادة كتير، يعني اللي عم يقدروا عليه عم يوفروا والباقي حسبي الله ونعم الوكيل. شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. شو اسمك؟ مصعب. مصعب ايش؟ مصعب حجازي. يا مصعب انت ما انا خايف؟ خايف. من شو؟ من كل شيء. يعني ايش الخوفك اكتر شيء هلا؟ طيارة. ليش؟ مو زحمة بتضرب. خايف يصير حصار؟ ايه. ليش خايف كمان؟ شلون خايف؟ ما عندك ثقة بالجيش الحر؟ اه؟ ما عندك ثقة بالجيش الحر انه بردون؟ عندي. ايه؟ هسا بخاف الطيارة. انت؟ السلام عليكم. وعليك السلام. الحمد لله ما بشي بخوف، بس عنا. الله يصطفل فيهم. في مين؟ في النظام جيش الأسد. ايش عم تسوي ليش؟ يعني ما شايف كل الخراب اللي عم يصير. خايف انه انت؟ لا والله ما بشي بخوف، بس الله يصطفل فيهم. خايف من حصار؟ اي والله خايف من حصار. اذا صار حصار شو رح يصير؟ بنموت من جوعنا. موت من جوعنا؟ ايه. هيك متوقع؟ طلع ما شاء الله، طلع على السوق مليان بضايع، جبس وبطيخ. اذا خلصوا البضايع ايش يصير؟ شلون؟ اذا خلصوا البضايع ما عندك ثقة بالله انت ليش؟ عندنا ثقة. ابو حسين انت قائد عسكري بفصيل، فيك تقلي بكل صراحة ووضوح ايش اللي مخلينا بقيانين واقوياء هون؟ لانه منتصرين وايماننا بالله قوي ان شاء الله تعالى. كل هذا اللي عم نشوفه ونعم نشوفه بالسماء، الحمم والجحيم والقذائف والصواريخ، يعني ما عم تخوفكم؟ لا شيء، هدول بإذن الله طول ما أنه إن الله معنا. يا أبا بكر إن الله معنا بإذن الله عز وجل، بإذن الله صامدين باقون ما بقي الزيتون. أنتوا الجيش الحر اللي الآن تحملون مسؤولية حماية الناس هون، مسؤولية حماية مستقبلهم، بإيش توعدوا الناس؟ إن شاء الله بنصر قريب بإذن الله عز وجل، إنما النصر صبر ساعة بإذن الله عز وجل. بإذن الله. بإذن الله. في يقين عظيم يعني بعيونك وبوجهك ومتفائل كتير وواثق من حالك، فيك تقلي شو هي الأسباب اللي أنت يعني مرتكز عليها كتير وواثق من حالك؟ دماء الشهداء وإننا على حق بإذن الله. حياكم الله. بارك الله فيكم وأكرمكم الله. إذن كما رأيتم أعزائي المشاهدين، لن تستطيع أن تسأل الحلبي هل ستحاصر حلب أم لا. للحلبي قناعة لا تلين بأن حلب لن تحاصر وأن النظام لن يستطيع أن يقتحم أسوار حلب. هذه القناعة والعقيدة ترتكز على إيمان بالله وثقة لا تلين، وترتكز على ثقة بالجيش الحر أبدا لن تلين. لن يبقى أمام الحلبيون سوى الصمود، سوى التحدي، سوى الاستمرار. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أعزائي الضيوف، يعني سنطرح السؤال في المحور الأول وبشكل مباشر، هل سيستطيع النظام أن ينجح من الدعم الجوي المكثف من طيران روسيا؟ هل سيستطيع الاستفادة أيضا من الإمداد البشري المكثف من الميليشيات الشيعية الطائفية العابرة؟ وهل سينجح في حصار حلب أم أنه يعني هذا كل هذه الحملة وكل هذا القصف الذي يستمر لأكثر من 40 يوم كما ذكرنا في المقدمة، والذي توج باستعماله الفوسفور منذ أكثر من شهر والعنقودي منذ أكثر من 35 يوما، ما هو رأيك أستاذ عمر؟ الله يبارك فيك. في بداية طبعا الجواب على هذا السؤال نحتاج لفكرتين أساسيتين. الأولى أنه ما هي إرادة النظام؟ هل يريد النظام بالفعل حصار حلب؟ والفكرة الثانية أنه هل يستطيع الثوار التصدي لعملية الحصار؟ طبعا النظام لا شك لديه خطوات متتالية يريد فيها حصار حلب. بصراحة أول خطوة يقوم بها النظام هو تفريغ حلب من الحاضنة الشعبية. طبعا يحاول هذا الشيء في بداية من حملة حلب تحترق، ثم حملة أخرى الأخيرة من البراميل الروسية والنظام السوري، يحاول تفريغ حلب من الحاضنة الشعبية لمنع التصاق الحاضنة الشعبية بالثوار، بحيث أنه يصير الكل ذا مصير واحد يعني، فهناك تكون مقاومة شرسة يعني مع ملتصقة بالحاضنة الشعبية الموجودة. ثانيا بالنسبة لموضوع الثوار، يحاول النظام في خطوات متتابعة أن ينهك الثوار بمعارك كثيرة جدا، استنزاف ليستنزف الثوار، وهذا الشيء كله يعتمد على مدى استطاعة الثوار في الصمود أمام هذه الحملات المستمرة. يعني الموضوع متوقف على ماذا يريد النظام وماذا سيفعل الثوار في المقابل. نعم هذا. أستاذ أبو يحيى. بسم الله. طبعا أولا يعني من الخطأ برأيي أن نقول النظام، لأن النظام لا يمتلك القرار، وهو فقد القرار منذ أكثر من 4 سنوات، فالآن المتحكم بالقرار هو النظام الدولي وليس النظام. النظام سقط وفاقد للقرار. أما هل سيستطيع الحصار أم لا، فهذا الأمر حقيقة متعلق بالثوار الموجودين على الأرض. إن يعني نبذوا الخلافات التي بينهم وتوحدوا وكانوا في خندق واحد، فلن يستطيع العالم بأجمعه أن يحاصر حلب نهائيا. أما إذا بقوا على ما هم عليه، يعني في حال يعني شيء من الخلاف وهناك يعني أسامي متعددة، فهذا والله تعالى أعلم ستسير الأمور يعني باتجاه الحصار. يقول الله ولا تنازعوا فتفشلوا، فالنزاع والفرقة تؤدي إلى الفشل والخسارة. يعني العامل الأهم الآن ترى أنت هو يعني موقف الثوار. نعم، دائما أصحاب القضية أصحاب الأرض هم المنتصرون دائما، إن توحدوا وكانوا على كلمة وعلى قلب رجل واحد دائما هم أصحاب القرار. طيب أستاذ محمد عارف شريفي، ما هو تعليقك على ما قال أبو يحيى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة لموضوع حصار حلب وضرب حلب، طبعا جنبك في المقدمة اللي ذكرت بين أقصى من 40 يوم بلش النظام النظام الروسي بقصف مدينة حلب. أنا أقول بأنه قصف حلب قد بدأت من حوالي 2 عامين، حينما بدأ بحملة براميل سعي منه لإفراغ مدينة حلب ثم أطبق الحصار عليها. طبعا بعد 2 سنين من القصف المتواصل بشكل عنيف جدا على مدينة حلب، بقيت حلب صامتة وموجودة. حاليا طبعا مدينة حلب لها طريق، هو طريق كاستيلو، وهو المرور الوحيد لمدينة حلب. حاول النظام على فترات تترة ومتباعدة محاولة سيطرة من ناحية البشرية على كتلة كاستيلو، ولكن فشل في الله عز وجل. طبعا هذا يعود إلى تماسك الأخوة الثوار على جبهات حندرت وبريج وكاستيلو. فكما ذكر أستاذ أخونا أبو يحيى، النظام يريد إطباق الحصار، يريد خلق الأوراق باستباق جيش الفتح بدخول مدينة حلب حقيقة هي من ناحية العسكرية، ولكن بقي الثوار متماسكين إن شاء الله تعالى كقوة واحدة. الحصار أكيد سيفشل وبالتالي ستنقلب السهرة على الساحر. طيب لو سألت السؤال لك بشكل مخالف، النظام هل يريد الحصار أم يريد اقتلاع الثورة من داخل حلب، يعني يريد الاقتحام؟ بالنسبة طبعا أولا مدينة حلب مدينة ضخمة جدا، هدفه البعيد هو اقتلاع الثورة والقضاء عليها، ولكن لن يستطيع الدخول بحلب بشكل مباشر. أول خطة سيقوم بها هو موضوع حصار حلب كما على غير ما فعله في الحولة وما يفعله في الغوطة الشرقية. تمام. أستاذ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ترى الصورة؟ أستاذ مصطفى، لقد طرحت السؤال على 3 محاور. المحور الأول، هل سيستفيد النظام من الطيران المقدم له والدعم الروسي؟ أرى أنا أن في المدى القريب لقد حقق النظام بعد الانتصار في المدى القريب، واستطاع قطع الطريق ناريا.
أما الاستفادة من المدى البشري فإن النظام الآن لا يستطيع أي هذه المرتزقة الذي يساعدونه ويساندونه إلا من خلال التمهيد الناري المكثف ومن خلال الطيران النظام. إذا ما استلموا الأرض محروقة فإنهم لا يستطيعون الدخول إلى تلك المنطقة. المحور الثالث، هل سينجح النظام في حصار حلب؟ نحن لدينا عقيدة بالله تعالى أن الله على لسان نبيه قال: لقد تكفل الله لي بالشام وأهله. وقال تعالى في محكم تنزيله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن إن شاء الله ثقتنا بالله كبيرة أن حلب لن تحاصر، ولكن هذا الأمر يعتمد على الأخذ بالأسباب. هذه الأسباب تعتمد على شقين اثنين. الأول هو مدى تحرك الثوار أنفسهم، وأخص بالذكر الثوار العسكريين، من أجل التوحد والعمل على التقليل قدر الإمكان من معاناة هذا الشعب. العمل الثاني هو التضافر والتعاضد ما بين الشعب نفسه من سكان مدنيين وثوار، وإن شاء الله سيتم هذا الأمر عن قريب إن شاء الله. حاج خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالنسبة للحصار، ممكن تتحصر حلب، وحلب يعني إن شاء الله قريبا جدا راح تتحاصر، بس مو حلب الشمالية أو حلب الشرقية، إنما حلب الغربية. تمام، طمتنا هيك. إن شاء الله الجهود جبارة والإمكانيات كتير كبيرة، والحمد لله بشائر النصر جاي وظهرت ببدايتها، والحمد لله رب العالمين. يعني الشباب وصلوا إلى مشارف الحاضر، ويعني تقريبا إن شاء الله إذا دخلوا أخذوا الحاضر عبطين وصفت حلب، إن شاء الله إن شاء الله محاصرة عليه هو. لكن حلب ما رح يقدر يحاصره، وهالقصف الناري اللي عم بضربه ما بيقدر يستمر فيه إلى أبد الآبدين. ولا روسيا في تحتله سبيل أو في اتحار روسيا لمصالحها الشخصية ولمصالح كل 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 القوى الموجودة في مدينة حلب كلها عم ترقد لتحط حجرة في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد. أما بالنسبة لروسيا، روسيا ما رح تقدر تعطيه كل الإمكانيات اللي موجودة عندها، لأنه كمان هي في عندها مشاكل في أوروبا، وهي كمان بحاجة إلى أنه تحسن إمكانية، يعني تحسن صورتها بأقل من 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 من, من الفزع اللي عم بتفرجيه للشعب السوري وللشعب العربي بشكل وللشعب المسلم بشكل خاص، وبدها تقلل. فعمليا هو ما هو مستمر في هذا في هالإمكانيات اللي عم بضربه. هالضرب اللي عم بضربه هذا مكلف جدا وما راح يقدر يستمر فيه أبدا. وبالنسبة هل نحن في عنا بديل؟ نحن في عنا كذا بديل. نحن إذا وصلنا إلى طريق الراموسة إن شاء الله بصير تكافؤ في الرعب. بتسكر من سكر، تفتح مفتح. القصف الناري هذا بدك توقفه من وقف، ما أبينه القصف الناري. ممكن شيء تاني كمان، نحن الشعب يعني لازم نفهمه ونوعيه ونرشده. يا أخي هذا كلمة حصار صارت على رسول الله، وصارت على أهل غزة، وصارت على أهل الغوطة. والحصار ما هو شيء مخيف ولا هو شيء مرعب. حصارت مارع أن الحان انتهت الثورة في مارع، وإذا رجع رب العالمين أبدل الأمور ببديل تاني، وكانت محاصرة صارت محاصرة. يعني أنت الآن تعول على عاملين اثنين. العامل الأول هو وصول جيش الفتح إلى طريق الراموسة. نعم. والعامل الثاني عدم استطاعة روسيا الاستمرار إلى ما لا نهاية في تحمل أعباء الهجمة. بالضبط. طب أنا بيطرح هذا الموضوع على أخوتنا هون للتعليق على الموضوع الثاني. هل تستطيع روسيا أن تستمر إلى ما لا نهاية في تحمل أعباء هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للنظام الروسي، نظام بوتين، حينما دخل في حرب ضد الشعب السوري، طبعا دخل لأنه له استراتيجية بعيدة الأمان، وهو بعد أن خسر قواعده في العراق وخسر في ليبيا وما خسر، فلم يبقى له في شرق الأوسط سوى سوريا حاليا. طبعا بالنسبة للروس لهم سقف أكيد لن يستمر إلى ما لا نهاية. كلنا نعلم بأنه الاقتصاد الروسي مربوط النظام العسكري بالنظام الاقتصادي الروسي. النظام الاقتصادي الروسي منهار، العملية الروسية من شبه منهارة، فهذا الاستمرار بشكل دائم سيؤدي إلى انهيار بشكل كامل للمنظومة الروسية، وهذا لن يرضى بوتين. بوتين يصارع ويسابق الزمن في سبيل إنهاء الثورة.
ولكن لن يستطيع أبدا إن شاء الله ولن يفلح. أمر آخر نقول حقيقة بأنه من يدير دفة المعارك في سوريا كما ذكر الأخوة أخونا أبو يحيى والأخوة بأنه النظام لم يعد له وجود، لأن النظام بالشرق قد سقط كمنظومة دولية سقط، إنما ما يدير دفة الحكم والنظام الحرب ضد الثورة وضد الشعب السوري إنما هو الحزب الملالي الإيراني والنظام الروسي. نعم أبو يحيى عندك تعليق؟ نفس الكلام تماما. بالأخير يعني الحملة يعني إلى نهاية، والنظام والاقتصاد الروسي من الأساسيات اللي بيعتمد عليها هي مسألة النفط والغاز وكذا، والآن أسعار النفط متهاوية، فهذا أصلا هو اقتصاده في حالة يعني انزياح إن صح التعبير، فغير قادر. والتكاليف العسكرية هو بالأخير عبقاتل شعب، ما عبقاتل مثلا جيش، عبقاتل شعب، والشعب ما بينتهي يعني قد من قصف قد من هذا، وخصوصا شعب اللي هو شعب بلاد الشام وأرض الشام اللي يعني معروف تاريخيا أنه كل ما انكسرت الأمة وكل ما انهارت ترجع بتنهض وتطير بجناحين اللي هن مصر والشام، فشعب ما انكسر عبر التاريخ حتى ينكسر الآن. تمام أخ عمير. طيب أعرفك، لا أزيد يعني على ما قاله الأخوة، ولكن بصراحة أن الروس لا يستطيعون أن يتحملوا كل هذا العبء. الروس لا يريدون أن يكونوا في الأرض الواقع، هم يعني موجودون في أرض الواقع كجحافل عسكرية كقوة برية، نعم. إنما يريد أن يعتمد على حليف قوي، وهذا الحليف القوي لا يوجد بصراحة. يعني النظام إلى الآن مازال مثلا في الريف الجنوبي وغيره من المناطق يعتمد على اللبنانيين، يعتمد على العراقيين، يعتمد على الأفغان والإيرانيين وكذا، هذا يدل على أن الروس ليس لديهم حليف قوي حقيقي في أرض سوريا، فهذا ينبئ أنه في المدى القريب ممكن أن الأمور والأوراق كلها تلخبط يعني تدخل في بعضها، لأن الحرب يعني بصراحة تعتمد أساسا على ثبات الثوار. هذا الموضوع كشفت كثير من الأوراق، روسيا بدأت في الآونة الأخيرة أوراقها مكشوفة ومفتوحة، وماذا تريد روسيا صار معلوم جدا ماذا تريد روسيا، ولكن روسيا لا يوجد لها حليف قوي في سوريا فلن تستمر في هذه الحالة. تمام. طب يعني نحن نستطيع، تفضل. بالنسبة لروسيا، روسيا هي مجرورة إلى منطقة شرق الأوسط من أمريكا ومن أوروبا، هي انجرت لشرق الأوسط لحتى تخسر كل إمكانياتها، وما يضل عندها إمكانيات يعني لحتى كل شيء عندها إمكانيات وقوة تخسرها في سوريا، فهي مجرورة إلى مستنقع سوريا لحتى تخرج من أوروبا. تمام. أنا الآن بدي استنتج من المحور الأول بأنه نجاح النظام أو عدم نجاحه في حصار حلب مرتبط بأولا ما سيقوم فيه الثوار برد فعل، بمعنى آخر مبادرات لعمل عسكري أو سواه، وأيضا هو قدرة روسيا على التحمل في الاستمرار. الآن لو انتقلت المحور الثاني، إلى أي حد هناك تفويض دولي أو إرادة دولية مفتوحة لروسيا وللنظام ولإيران بأن تستمر بهذه الحملة؟ هل لأجل الاستمرار في تحطيم كل شيء في المناطق المحررة كما يجري الآن، واستعمال كل الأسلحة المحرمة دوليا، الفوسفور، العنقودي، النابالوم، الفراغي، أم أن هذا التفويض متروك إلى حين تليين موقف هيئة المفاوضات، تليين موقف الثوار، والقبول بالعرض السياسي الذي يطرحه ديمستورا أو تطرحه أمريكا أو تطرحه روسيا في جنيف؟ بالنسبة طبعا الروس قد ثبت بأنها تقوم باستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد الشعب السوري وخاصة ضد الثوار، وقد صدر في قريب العاج من أحد المنظمات، أظن منظمة العفو الدولية، بأنه النظام الروسي يقوم باستخدام القنابل الحرارية يعني الفسفورية والنابال وأسلحة لم تستخدم من قبل. نعم. على الرغم من خزارة، طبعا الكل يشاهد بأنه على مدى 40 يوم الماضي تحركت مرتزقة حزب الله إيرانيين في اتجاه الحندرات وباتجاه باشكوي وباتجاه الحندرات، وكان القصف مكثف جدا على مدى 40 يوم في مدينة حلب ومحيط حلب بما فيها كفر حمل ومعرة أرطيق والبابيس وحريتان وعندان بغزارة نارية لم يسبق لها المثيل في قرن 21، ومع ذلك فضل الله عز وجل ما زال الثوار ثابتين ولم يتقدم النظام قيد أمنا أبدا. وامبارحة أو بالأحرى امبارحة مساء بفضل الله عز وجل تمكن الثوار من تحرير كامل مخيم حندرات، يعني هذه بشرت بالخير، فإن شاء الله تعالى لن يستطيع الروس الاستمرار.
طبعا هن اخذوا ضوء الاخضر. هذا الامر نراه حقيقه، نحكي على ما بقولوا بساط احمدي. طبعا هذا الامر مربوط بهيد المفاوضات العليا، بمفاوضات الجنيف، حينما وجدوا بأن هذه المفاوضات قد ناطحت النظام ومن وراء النظام على الثوابت الثورية، فكان فيه ضغوطات دولية على هذه المفاوضات العليا، على مرة لابد من إدخال منصة القاهرة، لابد من إدخال منصة موسكو، لابد من التنازل، لابد من أن تكون هناك حكومة وطنية على حسب طرحه ديمستورا، بأن يكون أزلاء من النظام موجودين في النظام الحكم بإضافة للثوار. طروحات كثيرة تناقض وتنافي المبادئ الثورة. طبعا الأخوة في هذه المفاوضات الله يجزيهم الخير ظلوا ثابتين ثبات قوي جدا، حتى أدت ضغوطات قوية جدا على إقالة كبير مفاوضهم محمد علوش وأسعد الزابي. نتيجة هالضغوط طبعا أدت لهذه المفاوضات لانسحاب المفاوضات، فإجى الضوء الأخضر ونحكيها صراحة من الأمريكي للروس بأنه قدامكم فترة قصيرة، اضغطوا على حلب، اقصفوا حلب، حاصروا حلب حتى نلزم الثوار الرجوع إلى طاولة المفاوضات والقبول بما طرحوا عليهم ديمستورا. يعني أنت الآن ترى أن ما يجري في حلب خلال 40 يوم الأخيرة هو يعني مكاسرة إرادات. طبعا إرادة المجتمع الدولي المتمثلة في أمريكا واللي أعطي الضوء أخضر لروسيا وإيران. طبعا وإرادة الثوار، والآن المعركة مكشوفة ومفتوحة، كل يحاول أن يزج فيها ما أمكن. صحيح. هذا التفويض برأيك أنت مفتوح إلى حين أن يغير الثوار موقفه في المفاوضات؟ طبعا هو بالنسبة عندك هذا الأمر مفتوح إلى أجل معين أو أجل مسمى حتى يتم الضغط أو لا إزراء لهذه المفاوضات للقبول بمطرح ديمستورا ومرها الأمريكان والروس. طيب. أستاذ أبو يحيى، طبعا هو السؤال أنه هل روسيا أعطي الضوء أخضر إلى ما لا نهاية؟ هو أكيد برأيي أكيد الضوء الأخضر إلى ما لا نهاية، طبعا كما ذكر أنه هي حتى تنكسر إرادة الثوار. ولكن السؤال من جهة أخرى، هل تستطيع روسيا المقاومة وإلى متى تستطيع المقاومة والصمت والاستمرار؟ يعني هذا السؤال. طبعا نحن أجبنا عن هالسؤال في المحور قبله أنه روسيا أكيد في كتير معطيات بتأكد أنه هي لا تستطيع المقاومة. يعني ممكن تستمر أسبوع أسبوعين شهر شهرين، بس بالنهاية هي عم تقاوم شعب وأمة يعني معهود عنها الثبات والصبر عبر التاريخ. فهذا أمر، والدليل على أرض الواقع أنه كل ما اشتدت الحملة في يعني على مدينة حلب، الله سبحانه وتعالى أكرم الإخوة في جيش الفتح وسطروا يعني روائع المعارك في هذه المناطق، وتمكنوا من تحرير بالفترة الأخيرة تلة العيس وجبل العيس اللي كان النظام يعني بالنسبة له حلم هو بقاء فيه، وثم أثبتوا يعني جدارتهم بمعارك أخلصة اللي هي حقيقة المعارك الأسطورية. يعني بعد 4 أيام من معارك أسطورية فضل الله سبحانه وتعالى ثبت فيها المجاهدون و يعني أخذوا هذه الأماكن، وبإذن الله هم مستمرون، وهم يعني وعدوا الشعب في حلب أنهم مستمرون حتى بإذن الله كما قال أستاذنا من قليل حتى حصار حلب الغربية إن شاء الله تعالى. هناك من يقول يعني برأي مخالف، وينتقل للأستاذ عمير، بأن روسيا دولة عظمى، حلب قد لا تكون جزء من ولاية من ولايات روسيا 50، أعتقد تستطيع روسيا أن تستمر بحرب. من استطاع أن يستمر بحرب 5 سنوات في الحرب العالمية الثانية يستطيع أن يستمر بحرب 2 أو 3 أو 4 أو 5 في سبيل اختلاع شيء اسمه اللون الأخضر، اختلاع الثورة من الشمال السوري اللي لم يبقى لون أخضر في سوريا سوى. شو رأيك؟ طبعا نحن لازم أول شيء ننظر لمصلحة تدخل الروس في سوريا ومصلحة المجتمع الدولي أيضا من تدخل روسيا في هذا الجحيم الكبير الموجود في سوريا. روسيا لا تستطيع أن تستمر الحرب لن النهاية بسبب وجود مصالح سياسية أيضا تريد أن تحققها روسيا. أمن نظام الدولي، أنا قلت أن هناك تفويض دولي لروسيا، نحن متفقين على أن هناك تفويضا دوليا لروسيا. عندما يكون هناك تفويض دولي إذا هناك دعم حتى لوجستي، المجتمع الدولي هل يستطيع أن يتحمل كل هذه المجازر التي تحصل في حلب وفي الشمال السوري وفي إدلب أيضا؟ يعني هل يستطيع تحمل كل هذه النكبات النازحين؟ بالتأكيد، بالتأكيد الروس والمجتمع الدولي لهم كثير من المصالح المتقاطعة في هذا المجال، ولكن أيضا هناك يعني مصالح في متنافرة أيضا في مثلا أطماع روسيا مثلا في سوريا قد تكون متناقضة مع أطماع إيران وأطماع أمريكا أيضا في سوريا. فلذلك يعني هم معطين تفويض وضوء أخضر لحد معين.
أنا أرى أن السقف الذي يريده أصلا المجتمع الدولي هو جر الثوار مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وتنازلات أكبر لكي تكون هناك حكومة انتقالية بين النظام مقسمة بين النظام والثوار تصب في مصلحة المجتمع الدولي. هذا ما يريده المجتمع الدولي. هذا الضوء الأخضر معطى إلى روسيا الآن. نعم. يريدون الآن كسر إرادة الثوار، كسر إرادة جماعة المفاوضات الموجودين في الرياض وغيرها، لأجل أنه يكون في حكومة انتقالية مشتركة بين الثوار والنظام تصب في مصلحة المجتمع الدولي. هذا التفويض إلى أن يحصل النظام الروسي على هذا الموقف من الثوار، وإن شاء الله لن يحصلوا. نعم. هل سيبقى مفتوحا؟ لن يبقى مستوحا. في السابق عندما وجد ديماستورا وجد رأى أن الروس تدخلوا بقوة واستطاعوا نوعا ما أن يحققوا انتصارات في سوريا، أراد أن يوقف الروس عند حدهم ويرى ماذا هي الأوراق المرتبة أصلا من قبل الروس أو من قبل المجتمع الدولي، فكان هناك هدنة. فممكن الآن ترجع تجدد هذه الفكرة مجددا من قبل ديماستورا أو من قبل المجتمع الدولي، لأنه محاولات الروس المستمرة تبوء بالفشل، يجب أن يكون لها حد في الأخير. يعني سواء الروس لا يستطيعون أن يستمروا في هذه المعركة أو أن المجتمع الدولي لن يقف هكذا أنه فقط المعركة مستمرة متفرجا، يعني فيريد أن يكون له يد في 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 سوريا. هذا ما أقوله. أستاذ خالد وأستاذ عمر، نحن بالنسبة لروسيا هل أعطيها الضوء أخضر تستمر في هذه المعركة؟ لا، هي مدفوعة على عمل على استمرارية المعركة في سوريا، على استمرارية الاستنزاف. هي مدفوعة لأنه تستنزف قواها هي وإيران وحزب الله والنجباء العراقيين، هن عم بيحاولوا يستنزفوهم بسوريا لحتى ما يكونوا بالنسبة إلى أمريكا، كل واحد على الساحة الدولية له مصلحة تستنزف بلد من البلدان. مثلا على سبيل المثال روسيا إلى مصلحة أمريكا وأوروبا أنه تستنزف في سوريا، أم بالنسبة لحزب الله مصلحة إسرائيل أنه يستنزف حزب الله في سوريا. مصلحة يعني حزب الله عدو لإسرائيل حقيقي؟ لا، ما عدو حقيقي، بس هو بالأخير عدو بالنسبة إلى إسرائيل. نعم. إسرائيل لا تثق في أي إنسان حتى إذا ما كان تابع إلى 100%. يعني حتى ولو كان نحن بنعرف انه هم في ملتقى مصالح بين اسرائيل وبين حزب الله في سوريا ممكن، لكن هدول الناس اللي داخلين المعركة في سوريا ان كان الروس ان كان ايران ان كان حزب الله كان نجباء العراقيين كان الافغان كلهم للحرق للاستنزاف، كله مبعوث الى سوريا للاستنزاف ومدعوم حتى يستنزف. لكن هل نحن وين ما كنا في الاعراب هل نقبل بأنه يجمع علينا هاي القوى القاهرة وتبرك وتكسر في بلدنا وتكب وتطبش وتدمر ونحن نبرك نتفرج عليها؟ وين إرادتنا؟ يعني أنت ترى الآن بأن المجتمع الدولي يريد أن يحول حلب الآن تحديدا الشمال السوري إلى محرقة لكسر إرادة روسيا وإيران وحزب الله وحركة النجباء العراقية وكل الميليشيات واستنزافها في سوريا، ثقب أسود يبتلع كل مقوماته ثم تنهار هذه القوى. بالضبط، من أول يوم وهو يدفع في كل مرة يعطى ضوء أخضر، في كل مرة يعطى ضوء أخضر لروسيا أنه ترجع تستنزف. ونحن بالنسبة إنه كمجتمع يعني وين إمكانيات؟ في عنا إمكانيات، نحن ما لنا تبع للطرف الثاني. هل ترى أن المجتمع والناشطين والثوار والفصائل في المناطق المحررة يمتلكوا هذا الوعي اللي بتحكي أنت، هذا التصور اللي بتحكي أنت أنه ما يجري في حلب الآن هو يعني مرحلة يعني محاولة لتوطيد روسيا واستنزافها في ملف حلب؟ أي جندي في أي خندق من الخنادق فهمان هذا الكلام 100%، عارفانه، لأنه عم دافع عن جسر عن دمه، عم دافع عن بلده، عم دافع عن دينه، عم دافع عن عرضه. مستحيل يشكب هيك شيء بدون ما يفهم هو وين رايح وين جاي. فهي الثقافة موجودة عنده، هو عارفان إنه هذا العدو ما له شيء إلا إنه مدفوع دفع من قياديينه من 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 قوة عالمية من كذا ليستنزف. أما نحن إيش في عنا؟ نحن موجود عنا كل مقومات الردع وكل مقومات استقطاب هالقوة هاي وتحويل هزيمتنا إلى نصر. هذا سأحضر القسم الثاني من الندوة، ولكن فضل. أنت كتاجر وصناعي هل ترى أن يعني عامة الناس الوسطاء يمتلكون هذا الوعي وهذا التصور بأن هذا الصراع محدود زمانيا ومكانيا بإرادة المجتمع الدولي وبصبرنا؟ نعم. وبسقوط روسيا وإيران؟ نعم.
اللي موجود في الساحة السورية، اللي موجود لازال لحد الآن في سوريا عنده هذا الوعي 100%. أما اللي هرب ممكن يكون ما عنده هذا الوعي، غابت عليه الرؤية، ما بقى يعرف اليمين، ما بقى يعرف هو بده مقصود بالحصار أو غير مقصود، ما بقى ضاعت عليه الرؤية. البوصلة راحت عنده. نعم. فهو نحن اللي برات سوريا واللي برات المعركة منقول ما عنده هذا الوعي، لكن اللي جوات المعركة واللي حيطت ابنه واللي استشهد ابنه واللي رموح ماله واللي هذا كله واعي وعرفان هالمرحلة شقد تكلف وشقد مدتها الزمنية، وممكن تبرك مع أي واحد تقول له شقد المدة الزمنية لتحرير سوريا، بقول لك يمكن أكثر سنة ونص، تبرك مع أي واحد تناقشه بقول لك سنة 9 شهور. تقارب وجهات النظر. نعم. في ناس الموجودة في الساحة بدي أعطي الدور للأخ أستاذ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ، لا يخفى علينا جميعا أن المجتمع الدولي دائما بداية الثورة وحتى الآن كان يسعى إلى موضوع توازن القوى، فكان دائما يبحث عن إذا ما تم سيطرة أحد الأطراف على الآخر دائما يقوم بمساعدة الطرف الآخر على حساب هذا الطرف، تقويته سواء ماديا أو عسكريا أو لوجستيا. الهدف دائما هو هدف مادي سواء من النظام الدولي أو حتى من روسيا. روسيا الآن تقوم باستخدام جميع الأسلحة المحرمة دوليا في سوريا، وتقوم بتجربتها حتى الأسلحة الجديدة التي تقوم باختراعها، تقوم بتجربتها في سوريا وتقبض عليها آلاف الدولارات. الموضوع دائما هو موضوع مادي بحت. حتى أمريكا، حتى النظام الدولي بشكل كامل ليس له مصلحة من انتهاء الحرب في سوريا، لأنهم يقومون لأنه أصبح بحر من المال يصرف في سوريا من جميع الأطراف. أنا هذا بوجهة نظري. أما روسيا ستستطيع أن تستمر أم لا، هذا مرهون سواء أول بمجتمع الدولي وقراراته والضغط على الثورة، وثانيا بالثوار أنفسهم ومدى قدرتهم على اتخاذ القرار. والله أعلم بهذا الوضع إن شاء الله. عند هذا الحد أشكرك أستاذ المهندس عمر الراعي، رئيس المكتب الزراعي والطحين في مجلس مدينة حلب، وأشكر أعزائي الضيوف الأستاذ عمير والأستاذ زكريا والأستاذ محمد عارف والحاج خالد. وننهي القسم الأول من هذه الحلقة من حلقات برنامج حقوق الناس عن حلب في دائرة النار، مقومات الصمود والاستمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الولد ما بدي حاصل، خليه حاصير، ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على إيدنا وعلى الزراعة. اجوا التتر وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد.